ومن هنا نجد أن غصب المال العام في أموال الدولة، أموال البلديات، أموال المؤسسات العامة، هذه أموال عمومية. ما هيك دكتور؟ أموال عمومية اسمها. نعم. إذا غلطت صلح لي. مرق لك إياها. فغصب الأموال العامة في الإسلام خطيئة كبيرة، لأنه لا تستطيع أن تستغفر. لو قمت بالحج 20 مرة وتستغفر الله تعالى، لا يمكن أن يغفر حتى تعيد الحق إلى أهله. طيب المال العام كيف بدك، كيف تعيد المال العام إلى أهله؟ هذا ما له. لذلك هو هذا هو الغلول الذي ذكره الله تعالى في القرآن الكريم. ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. رجل غل شملة، عباءة، الصحابة يمشون بين الشهداء والجرحى يقولون فلان شهيد، سكت رسول الله، وفلان شهيد، سكت رسول الله، وفلان شهيد، قال لا، لقد رأيته في النار بشملة غلها. ثم أمر عمر أن ينادي في الناس ألا لا يدخل الجنة إلا المؤمنون، يعني كأنه يكاد يخرجه من دائرة الإيمان، لأن الاستيلاء على الأموال العامة هي جريمة عظيمة جدا جدا جدا. هذه الأموال الخاصة اسمها سرقة، قد تسامحني، قد استسمحك، قد أعيد إليك الحق، أما الأموال العامة وكونه مجاهد أو شهيد لم يشفع له ذلك أبدا في استلاب المال العام أبدا أبدا. منهجا يذكن انفتاحا بيننا وحوار.